مرحب بالسادة الضيوف. نتكلم عن الزراعة التقليدية ونقول إنها من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية. وزارة الزراعة، البنك الزراعي، شركة رافي، عملنا شراكة لمصلحة الفلاح. النهاردة هو لقاء مبدئي وتمهيدي وتعارف، لكن تفصيلات العمليات الفنية اللي هتتم ما بيننا وما بين الوزارة وحضراتكم، وتفصيلات التعاقد ما بيننا وما بين البنك وحضراتكم، دي تفصيلات هتاخد مداها. احنا النهاردة بنبدأ وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يبقى تعاون مثمر للجميع. مفيش حد هيكسب لوحده ومحدش هينجح لوحده. انا كزراعة تعاقدية، احنا حاميين، او وزارة الزراعة حاميين قلبا وقالبا للمزارع. اصلا القانون ده انشئ عشان المزارع. الجديد في المشروع بتاعنا بتاع السداد اللي هو التكفيت. التكفيت ان انا بوصل الفراوله لسالب 35 بدل ما كانت في التكنيك سالب 17 او 18، ويتم نزع الميه منها اسعارها اضعاف الفريش. لو عايزين شركه مافي تجيب لكم الناس اللي هتوفر الشغلات، ما عندناش مشاكل. شوفوا انتوا ايه اللي يسهل لكم وعايزينه، احنا وشركه مافي ووزاره الزراعه في لكم. المهم انك تعمل زرعه في الاخر تورطها وتكسب منها. ده اللي احنا جايين نتكلم فيه، جايين عشان مصلحه الفلاح لا اكثر ولا اقل.